الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بدأت في تمام الساعة 9 من صباح اليوم لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل. وأدلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات، وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة. كما يستمر التصويت من 9 صباحا حتى 9 مساء. كما حددت يوم 13 من شهر ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. أدلى المرشح الرئاسي حزم عمر بصوته في الانتخابات الرئاسية. كما أدلى المرشح الرئاسي حزم عمر بصوته في الانتخابات الرئاسية، وأيضا يعني موافقة مجلس النواب تكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا حول آخر مستجدات سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية. وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري عبر الفيديو كونفرنس سير العملية الانتخابية في عدد من اللجان في مختلف المحافظات. قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني في المقام الأول وليس حقا دستوريا أصيلا فحسب. جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنته الانتخابية بالنزهة بمحافظة القاهرة. ودعا رئيس مجلس النواب جموع الشعب إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية بما يليق بمكانة مصر. كما وجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوا من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها بدقة متناهية. كما أدلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة. We'll be right back.
أدلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل. وأكد وزير الأوقاف أن المشاركة الانتخابية واجب وطني وديني، لافتا إلى أن التفاعل مع قضايا الوطن والمشاركة البناءة لا غنى عنها لاستقرار الأوطان وتقدمها وقدرتها على مواجهة التحديات. أشاد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي بسير العملية الانتخابية، سواء فيما يتعلق بمواعيد فتح اللجان أو الإقبال أو التوقيتات الخاصة بتصويت كل ناخب. جاء ذلك خلال زيارة للجنة المدرسة البريطانية برحاب لمتابعة انتخابات الرئاسة 2024. هذا وشهدت لجان منطقة الدقي بمحافظة الجيزة توافد الناخبين في اليوم الأول للانتخابات للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري. وضربت السيدات مثالا رائعا في الالتزام والحرص على التصويت، إذ تصدرت النساء المشهد الانتخابي واصطفت قبل فتح اللجان بساعتين على الأقل. شهدت لجان محافظة الأسكندرية إقبالا من المواطنين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماءهم بالجداول الانتخابية بالأسكندرية 4,300,000 ناخب، بينما يبلغ عدد اللجان والمقرات الانتخابية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب. وفي محافظة القليوبية شهدت اللجان توافد عدد كبير من المواطنين من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن يستمر التصويت فيها اليوم حتى 9 مساء. وفي الفيوم حرص الناخبون على التوافد للإدلاء بأصواتهم، حيث تم تجهيز 283 مقرا انتخابيا و 323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم لاستقبال المواطنين. كما تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية. احتشد العديد من الناخبين باللجان الانتخابية في مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتجرى الانتخابات داخل مصر وفقا للجدول الزمني الذي قررته الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، كما حددت يوم 13 من شهر ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
نهاية موجز الواحدة، وعودة الآن للزميلة هبة حسين لاستكمال باقي فقرات التغطية. أشكرك ميرنا على آخر الأخبار.